مدبولي يؤكد أن أعمال تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام تسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إيران لعدم شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصاعد التوتر في المنطقة. وفي الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف، مفوض الأونروا يتهم الدول الأعضاء بالفشل في احترام قواعدها وحماية المدنيين في غزة. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، يرافقه وزير السياحة والأثار شريف فتحي ومحافظ الجيزة عادل النجار وعدد من المسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أنه حرص على إجراء هذه الزيارة بعد الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة الأعمال المنفذة وفق المستهدفات المطلوبة، بالنظر إلى أهمية تلك المنطقة الأثرية كوجهة جذب رئيسية للسياحة الوافدة. واعتبر مدبولي أن أعمال تطوير منفذة على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضرية للمنطقة الأثرية يسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرارها والترويج لها في بلدانهم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بمحافظة السويس لخدمة أهالي المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث وجه بمراعاة الإسراع في معدلات التنفيذ وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة. وفي هذا الإطار أوضح مدبولي أنه يتم تنفيذ ما يزيد على 13,000 وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، موجها بسرعة طرح الوحدات التي تم تنفيذها للحجز. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمستشار محمد الفيصل يوسف القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعرب مدبولي عن الحرص على التعاون وبناء مسارات من التواصل المستمر مع الجهاز من منطلق دوره المهم في تقييم الأداء وتصويب أي إجراءات بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا. من جانبه عرض المستشار محمد الفيصل أبرز أنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية، وتطرق إلى دور الجهاز في رئاسة لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة. صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2025. وتتضمن الشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح. تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 324 لعام 2024 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، ذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجا. في خطوة إنسانية تعزز من القيم الاجتماعية والوطنية وتراعي الظروف الإنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل،
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي خطوة بعثت الأمل والحياة في المفرج عنهم، خاصة أنها لا ترتبط بمناسبة وطنية مثل باقي قرارات العفو، وإنما جاءت استثنائية ببعد إنساني. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز طول نجاة، يا مصر وفيت بوعدك بالإنسانية، ستمائة وخمسة نزيلاً بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي وفقاً للمراجعات القانونية من لجان العفو الرئاسي التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لتحديد المستحقين للعفو. أقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة. العفو الرئاسي اللي عمله الشيخ الرئيس ده دليل إن هو فاكرنا ومهتم بينا جدا، ويعني احنا مش عارفين نقول له إيه يعني بصراحة، يعني كتر ألف خيره على اللي بيعمله معانا وفي البلد وفي كل حتة. بالنسبة لقرار السيد الرئيس، لما هذا القرار كأنه أحيا الإنسان من جديد، واحنا بنحمد ربنا ان ربنا احيانا من جديد، وفرحه لا وصف لها. ده حاجه، ده انا دموع بتنزل من عينيا انا واحد لوحدي من الفرحه. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يخليه اللي عمله معانا ده ما حصلش قبل كده في سجون مصر كلها. الرئيس السيسي يكفي شر المرض ويرضيه زي ما رضانا يا رب. ده برضه خاطرنا وفرحنا، مش كناش مصدقين برضه يعني حس بينا وفكر فينا ان احنا كبار السن مش مستحملين. فرحانه جو 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 جو، فرحانه يا سيسي جو اللي انت مطلعتني العيال، ويجبر خاطرك ويخليك. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب لك يا رب. أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان والسعي نحو تحقيق الأفضل في حياتهم الجديدة في وطن يحترم ويستوعب الجميع. الراجل ده حس بينا وتعبنا، الراجل ده ربنا ينصره على من يعدي يا رب. يا مصر وفي إنساني فتحت باب علمني معنى الحياة، شكر للي نادى وادى فرصة للحياة. وقد شهد محيط مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات تجمع أهالي المفرج عنهم الذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم وثمنوا غالياً القرار الرئاسي الذي يعد مفاجأة لهم بكل المقاييس ويجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان. احنا بنشكر الرئيس على الفرحة دي. متشكرين للسيسي، متشكرين للسيسي. بدل قرار أهم قرار في حياتي كلها. ألف شكر يا رئيس اللي انت روحتنا لعيالنا. ربنا يخلي لينا ويبارك له ويخلي لينا ويطلع لأختي. الحمد لله. ربنا يخليك لمصر. أيوه. وربنا يعينه. أحلى حاجة عملتها اللي أنت طلعت لنا أمنا بالسلامة. ربنا يخليك لينا يا رب. قولي له ما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا جمهورية مصر العربية، عيش السيد الرئيس على عفو كبار السن. عبد الفتاح السيسي أحفى عنا في الدنيا، ربنا يحفى عنا في الآخرة. الله أكبر. ربنا يحفى عنا في الآخرة، كيف عفى عنا في الدنيا. الله أكبر. الله أكبر. قرار رئاسي إنساني يرتكز على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفرصة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بشكل إيجابي، ويجسد حرص الدولة على دعم القيم الإنسانية والاجتماعية.
فرحة كبيرة بين المفرج عنهم وذويهم بهذا القرار الرئاسي ذو البعد الإنساني بالإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من كبار السن والحالات المرضية. هذا القرار الرئاسي يؤكد على البعد الإنساني في السياسة العقابية التي تسعى إلى سرعة دمج المفرج عنهم في المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أشار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى الانخراط النشط لمصر في القارة الأفريقية من خلال العضوية المصرية الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وكذا الدور الفاعل الذي لعبته القاهرة خلال رئاستها للكوميسا. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها مع أوليفيه ندوه نيجيريه وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، وذلك على هامش زيارة عبد العاطي الحالية لكيغالي. وقد شهد اللقاء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر ورواندا في مجال النقل، كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض لصالح مصر بالقرب من الحدود مع تنزانيا من أجل إقامة منطقة لوجستية مصرية. شارك وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي في حفل تدشين المرحلة الأولى من إنشاءات مركز مجدي يعقوب رواندا مصر للقلب بحضور عدد من المسؤولين الروانديين. وخلال الحفلة تفقد وزير الخارجية الموقع الإنشائي للمركز، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدواء بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها الرواندية، فضلا عن عقود توريد الأجهزة الطبية الخاصة بالمركز بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية. يوافق اليوم الذكرى اليوم العالمي للشباب والذي تحتفل به الأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان من الفقر إلى التقدم، مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة. وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة. يشكل الشباب القوة الدافعة لتحقيق التنمية والارتقاء لأي مجتمع، فهم رأس المال الحقيقي للمجتمع. لذا تسعى الحكومات بجميع أنحاء العالم بوجه عام ومصر على وجه الخصوص إلى الاستثمار في الشباب عبر بناء وتنمية قدراتهم ومهاراتهم والعمل على تمكينهم وإشراكهم في صياغة سياسات تنموية مستدامة. فالشباب هم الركيزة الأساسية لصناعة حاضر ومستقبل بلادهم، ومن أجل زيادة الوعي الدولي بأهمية ومركزية دور الشباب في عملية التنمية والتطوير، وإدراكنا بأن طموح الشباب وطاقاتهم الحيوية تمثل وقودا لاستمرار تطور المجتمعات التي يعيشون فيها، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن اختيار يوم 12 من أغسطس من كل عام يوم الشباب الدولي. وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام بيوم الشباب تحت عنوان من النقر إلى التقدم، مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الرقمنة في الوقت الحالي وقدرتها على تقديم فرص غير مسبوقة لتسريع التنمية المستدامة. وتولي الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية اهتماما كبيرا لدور الشباب في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة عبر المشروعات القومية العملاقة واستصلاح الأراضي وتوفير المسكن المناسب لأحوالهم الاقتصادية عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تغطي معظم المحافظات. كذلك العمل على إعداد وتحفيز الشباب للمشاركة في تولي مهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة المصرية. وعملت الدولة على التأكيد على دور الشباب الريادي والرفع من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة في الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة في صنع الحدث، ذلك عبر إعلان القيادة السياسية عن مؤتمر الشباب الأول الذي عقد عام 2016 في مدينة شرم الشيخ، لتتوالى بعد ذلك العديد من المؤتمرات الشبابية الدورية لتتحول الفكرة المصرية بالتواصل مع شبابها إلى أيقونة عالمية بالإعلان عن المؤتمر الرابع عن منتدى شباب العالم بهدف إيجاد تواصل حقيقي وفعال بين الشباب
من بلدان مختلفة وحضارات متنوعة في تطبيق فعلي ونزيه لمصطلح تواصل الحضارات. وخلال هذه المؤتمرات تم طرح العديد من الرؤى والأفكار بحرية كاملة في حضور الأجهزة التنفيذية من وزراء ومحافظين، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخروج بتوصيات تمت الاستجابة الفورية لها، منها الإعلان عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالقرار الجمهوري 434 لعام 2017 بهدف إمداد الدولة وأجهزتها المختلفة بالعناصر الشبابية المختلفة بعد تطوير مهاراتهم وقدراتهم بشكل فعلي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 3 أشخاص بجروح جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة كفر كلا الواقعة في جنوب لبنان، ونددت السلطات اللبنانية بالهجوم مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكا لسيادة لبنان وتصعيدا خطيرا في النزاع المستمر. تأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد سلسلة من الاشتباكات والقصف المتبادل على طول الحدود الجنوبية للبنان. قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إنهم يدعون إيران وحلفائها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصاعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين للخطر. وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل، لافتا إلى العمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد وتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة. أعلنت الخطوط الجوية السويسرية تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت، إضافة إلى تجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق وإسرائيل حتى 21 من شهر أغسطس الجاري. بدورها أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل، وتجنب المجال الجوي لإيران والعراق حتى 21 من شهر أغسطس، ذلك في ظل المخاوف من التوتر في الشرق الأوسط. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أمر بإرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والغواصة جورجيا للشرق الأوسط، في سياق أن متصل نقل إعلام رسمي إيراني عن وزير الخارجية الإيراني علي باقري تأكيداته لنظيره الصيني على حق طهران في رد مناسب ورادع على إسرائيل لضمان الاستقرار الإقليمي. في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة واحتمال قيام إيران وحلفائها بشن هجمات على إسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والغواصة جورجيا للشرق الأوسط. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت إن وزير الدفاع لويد أوستن بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت أمر الوزير الأمريكي بتسريع إرسال حاملة الطائرات والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة. أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة. وكان الجيش الأمريكي قد قال بالفعل إنه سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط مع سعي واشنطن لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية. وتأتي حالة التوتر في المنطقة في أعقاب
باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 من يوليو الماضي، بالإضافة إلى مقتل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في غارة على بيروت. وقد أثار اغتيال هنية وشكر مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، حيث قالت إيران إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن اغتيال هنية بسبب دعمها لإسرائيل. وتتوقع إسرائيل ردا من إيران في أي لحظة، وتعد لصده برفع حالة الجاهزية العسكرية والصحية. وتسود تقديرات في إسرائيل إلى أن الهجوم الإيراني سيكون أقوى من الهجوم الذي نفذته طهران سابقا، ليفاقم غموض الرد الإيراني التوتر الإسرائيلي ويضع الشرق الأوسط على برميل من البارود. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أثنت اليابان على الجهود الدبلوماسية القوية التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر لحل الأزمة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأكدت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو أن طوكيو تدعم بقوة البيان المشترك الصادر عن قادة مصر والولايات المتحدة وقطر والجهود التي تبذلها الدول الثلاث في هذا الإطار. كما حثت اليابان بقوة جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة والعمل بشكل مضطرد نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين والتوصل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام. قال فيليب لازاريني مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن الأعضاء في اتفاقيات جنيف فشلوا بتحمل مسؤولياتهم في احترام قواعدها وضمان احترام أطراف الصراع لها، بما في ذلك حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات. جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة إكس تعقيبا على قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة في مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، حيث سلط لازاريني الضوء على أنه خلال الأشهر العشرة الماضية تم انتهاك هذه القواعد بشكل صارخ يوما بعد يوم في قطاع غزة. تحل اليوم الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف، وهي مجموعة من 4 اتفاقيات دولية تمت الأولى منها عام 1864 وآخرها في عام 1949، تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب. وانضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، ما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا وجزءا أساسيا من القانون الدولي الإنساني. We'll be right back.
إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية في غزة جثماني شهيدين من الأحياء الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع. هذا وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39,897 فلسطينيا وإصابة 92,152 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإتمار بن غفير. وقال بوريل أنه بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين، كما هو الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب. استقبل معبر رفح البري اليوم الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة والتي وصل عددها إلى 4 شاحنات من المواد البترولية فقط، ولم تدخل اليوم أي مساعدات أخرى سواء غذائية أو طبية. في السياق ذاته تستمر قوات الاحتلال في إجراءاتها التعسفية لمنع وصول المساعدات ما بين التباطؤ والرفض والإغلاق لمنع عبور الشاحنات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. إليك رامي. بعد التحية هذه المتابعة لتداعيات الحرب على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري، ونحن أمام مشهدين، المشهد الأول المتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، حيث لم يستقبل المعبر على مدار اليوم سوى 4 شاحنات خاصة بمشتقات البترول والمحروقات وتحديدا من الغاز المتجهة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، وقامت بتفريغ حمولتها ومن ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. أما المشهد الآخر من خلال سماع دوي انفجارات وعدد من الغارات الإسرائيلية المكثفة والعنيفة على قطاع غزة وبحق المدنيين تحديدا في عدد من المناطق المتفرقة، نتحدث عن خان يونس وأيضا وسط غزة وغرب مدينة رفح، يؤكد على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هذه الغارات الكثيفة والعنيفة بحق المدنيين، وأيضا التباطؤ والحالة الخاصة بالتعنت أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة إلى المدنيين بقطاع غزة. هذا هو المشهد، وعودة إليكم. و
وإلى ملف الأزمة الأوكرانية، حيث أعلنت روسيا تدمير 11 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا مستهدفة منطقة كورسك الحدودية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أيضا مسيرتين فوق منطقة فورنيك التي تبعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب من موسكو، إلى جانب 5 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بلغراد الواقع على الحدود مع أوكرانيا. من جانبه قال حاكم بلغراد أن السلطات الروسية تقوم بإخلاء أجزاء من المنطقة بسبب نشاط لقوات أوكرانية. تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع حريق في نظام للتبريد في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية. ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلا من روسيا وأوكرانيا إلى وضع حد لمثل هذه الهجمات غير المسؤولة تجنبا لأي تهديد لأمن المنشأة وسلامتها النووية. اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على خلفية نشوب حريق في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس من عام 2022، وتقع المحطة على ضفاف نهر دنيبرو الذي يعد خط تماس طبيعي بين طرفي الحرب. الإدارة الروسية للمحطة قالت إن حريقا شب في المنشأة نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية وتم إخماده دون تأثير على عمل المحطة، بالإضافة إلى أن جميع وحدات الطاقة الست في وضع الإغلاق البارد ولا يوجد انفجار أو أي تهديد آخر، مؤكدة أيضا أن الوضع الإشعاعي بالمحطة طبيعي. في المقابل قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن القوات الروسية أشعلت حريقا في الأراضي الخاصة بمحطة زابوريجيا، داعيا العالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحرك لمواجهة الهجمات الروسية على المنشآت والبنية التحتية الأوكرانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهتها دعت طرفي النزاع إلى الامتناع عن أي عمل عسكري يهدد أمن المنشأة، وقالت إن خبراءها أكدوا تعرض المحطة النووية لهجمات بطائرات مسيرة دون أن تنسب هذه الهجمات إلى أي طرف منهما. الهجوم الأخير لم يكن الأول من نوعه، حيث شهدت المحطة حوادث مشابهة منذ سيطرة القوات الروسية على المنطقة في أعقاب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في أواخر فبراير من عام 2022. في أول مقابلة تلفزيونية له منذ انسحابه من الانتخابات، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قراره بعد ضغوط مارسها أعضاء في حزبه الديمقراطي وبدافع تصميمه على إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب. وبقي بايدن بعيدا عن الأضواء منذ أعلن انسحابه من الانتخابات في 21 من يوليو، بعدما أثار أداؤه الذي وصف بالكارثي خلال مناظرته مع ترامب ما يشبه انتفاضة ضده في صفوف الديمقراطيين. في مواجهة المعسكر الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة للولايات المتحدة، يتواصل الحشد الديمقراطي خلف المرشحة الرئاسية كاملا هاريس في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ انسحابه من الانتخابات أكد أنه اتخذ قراره بعد ضغوط مارسها أعضاء في حزبه الديمقراطي وبدافع تصميمه على إلحاق الهزيمة بترامب. بايدن صاحب 81 عاما بقي بعيدا عن الأضواء منذ أعلن انسحابه من الانتخابات في 21 من يوليو الماضي، بعدما أثار أداؤه الذي وصف بالكارثي خلال مناظرته مع ترامب ما يشبه انتفاضة ضده في صفوف الديمقراطيين. بايدن أقر في المقابلة التي سجلت في البيت الأبيض بأن أداؤه كان متواضعا في المناظرة،
لكنه لا يعاني مشكلة صحية خطيرة، مشيرا إلى أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بلوسي التي تعد شخصية مؤثرة في الحزب والتي اعتبر أن رفضها دعم حملته بشكل صريح كان مفصليا. وفيما يخص الدعم لنائبته الحالية كاملا هاريس صاحبة 59 عاما، قال بايدن إنه سينظم حملة لدعم هاريس في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة مهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. في المعسكر المقابل يبدو أن حملة الجمهوري ترامب الذي يكبر هاريس بنحو 20 عاماً لا تزال تواجه صعوبة في تعديل استراتيجيتها بمواجهة المرشحة الديمقراطية الجديدة، حيث كان تركيزها منصباً بالأساس على عمر بايدن وقدراته العقلية. أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين عسكريين أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدأان تدريبات عسكرية صيفية سنوية الأسبوع المقبل، ذلك لتعزيز قدراتهما على مواجهة التهديدات الصاروخية والإلكترونية لكوريا الشمالية. تأتي المناورات المقررة في الفترة من 19 حتى 29 من شهر أغسطس، في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتحاول إطلاق أقمار اصطناعية استطلاعية وتجسسية. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. تشارك المكتبات المتنقلة في أنشطة مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية بأنشطة متنوعة تثقيفية وترفيهية. تأتي تلك الأنشطة الثقافية برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الفعاليات المتنوعة بالمهرجان. تراهم مجتمعين سويا يقرؤون ويرسمون ويلعبون، فهؤلاء الأطفال تجمعوا حول المكتبات المتنقلة التي جاءت من عدة محافظات لتشارك في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية بأنشطة متنوعة تثقيفية وترفيهية. الأنشطة اللي بنقدمها هنا في المهرجان هنا هي أنشطة كلها ثقافية وفنية وترفيهية، ألعاب من سوري، نشاط مسرح رايز، نشاط تلوين، هنعمل لهم رسم على الوش. احنا بنوفر استعارة، بنوفر مكتبة إلكترونية، بنوفر خدمات اشغال يدويه، في العاب، في اهم حاجه الطفل يدور على المعلومه جوه الكتاب باي طريقه، كلعبه بقى، كاشغال يدويه، كتلوين. تتنوع الانشطه بالمكتبه المتنقله بين قراءه ورسم وتلوين وبعض العروض المسرحيه المصغره، بالاضافه لتوفير مكتبه الكترونيه تسمح لجميع الأعمار بتفريغ أوقاتهم بقراءة الكتب إلكترونيا وماديا. المكتبة دي متخصصة للقراية وإن هي تزود ثقافة الناس، في نفس الوقت الأطفال اللي هي دماغها مش في القراية قوي ممكن تلون، تعمل أنشطة بتحبها، تتفرج على مسرح عرايس، وبقى في مكافأة بلالين كمان. أنا بحب ألون وبحب كمان أرسم على وشي، هما بيرسموا لي رسومات حلوة وأنا بحب الرسومات اللي هما بيرسموها هنا. أكتر حاجة عجبتني هنا في العالمين الجديدة البحر،
واكتر حاجه هنا بتبسطني اللي انا بقرا كتب هنا كتير. وتاتي تلك الانشطه الثقافيه برعايه وزاره الثقافه والتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ضمن الفعاليات المتنوعه بمهرجان العالمين الجديده، والتي تلعب دورا اساسيا في بناء الانسان رياضيا وثقافيا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مباشرة من هناك. كريم، أرحب بك، وضعنا في الجديد لديك. يوسف، الزميل برحب بك من محمود مدينة عفواً العالمين زميلي محمود. الجديدة محمود برحب بيك من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا بنتابع كل الأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين. الحقيقة أجواء مبهجة وفعاليات متنوعة سواء كانت رياضية أو حتى فنية، وربما كنتم تتابعون في هذا التقرير للزميل كريم بيبرس بالأمس عن المكتبات المتنقلة الخاصة بوزارة الثقافة، والتي يعني بدأت من مدينة العالمين الجديدة وستجوب كل المحافظات، وهي مبادرة جديدة تتم من وزارة الثقافة، وكل هذا يأتي بالطبع بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. لكن دعني أنقل لك حركة الزائرين ورواد مهرجان العالمين ورواد مدينة العالمين بشكل عام في هذه الفترة تحديدا، وربما كنا نتابع هذا في صباح هذا اليوم في أحد الشواطئ الهامة، تواجد عدد كبير للجنسيات الأجنبية، وربما هذا ما كان يشير إليه وزير السياحة منذ أيام أن هناك ما يقرب من 104 جنسية موجودة في مدينة العالمين الجديدة، فهي وجهة سياحية مهمة لاستضافة العديد من الفعاليات وأيضا جذب العديد من السائحين وأيضا المستثمرين للمشروعات المختلفة في مدينة العالمين الجديدة. أما عن الفعاليات التي ستكون اليوم، المسرح الروماني على موعد مع عدد من فرق الأندر جراوند التي ستتواجد على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، وهذا نوع حرصت عليه إدارة المهرجان على تواجده وتشجيع كل الموهوبين من الراب ومن فرق الأندر جراوند في التواجد، وتقديم كل التسهيلات لهم لتواجدهم في المدينة التراثية وأيضا في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. ربما أيضا في المنطقة الشاطئية اليوم سيكون هناك عدد من فرق وزارة الثقافة الفنون الشعبية، فرقة ألمانيا للفنون الشعبية، وبالأمس أيضا كنا نتابع فرقة أسوان، بالإضافة إلى عدد من العروض للسيرك القومي وبعض الأنشطة الترفيهية التي تكون موجودة للأطفال. أيضا غدا سيكون لدينا سباق سيارات خاص بالطلاب، طلاب الجامعات، سيكون بحضور وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي. سيكون هناك عدد من الأنشطة المتنوعة الخاصة بطلاب الجامعات الذين لازالوا يشاركون في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في المسابقات المختلفة في الفنون التشكيلية وفي ملاعب كرة القدم. أيضا غدا سيكون هناك، أو هذا الأسبوع سيكون هناك عدد من الفعاليات أهمها مهرجان الطعام وحفل مسار إجباري وحمزة نمرة، بالإضافة بالطبع إلى مهرجان نبتة، وهذا ما أعلن عنه الفنان أحمد أمين عن انطلاق هذا المهرجان يوم 15 من أغسطس الجاري. ونبتة هي إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتخصصة بالمحتوى الذي المتعلق بالأطفال، وستنطلق البداية بورشة وقت الحكاية يوم 16 من أغسطس بمشاركة عدد من الفنانين. وكنا نتابع التجهيزات التي تتم على قدم وساق لاستعداد مهرجان نبتة في الانطلاق واستقبال أكبر عدد من الأطفال، وهذا سيكون توجه خاص بالأطفال ودعم وتشجيع للأطفال على مستوى محافظات الجمهورية، لكن سينطلق من هنا من مدينة العالمين الجديدة كغيره من المبادرات التي انطلقت من مدينة العالمين الجديدة وستجوب كل المحافظات، وهذا دعم كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم المبادرات الوطنية المختلفة. نعم. وبالتأكيد سنتابع معكم كل فعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. نعم زميلي محمود، جميل، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة. التقى
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وفد شركة تي سي آي سانمر الهندية للكيماويات. استعرض الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات تصل إلى 150 مليون دولار. تعد شركة تي سي آي سانمر للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصري بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر من أكبر منتجي مادة البوليفينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عقد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار اجتماعا مع مسؤولي شركة أيكيوفيا العالمية المتخصصة في الحلول التكنولوجية والاستشارات والخدمات البحثية الصحية. ناقش الاجتماع وضع آلية حديثة وآمنة لعمل خريطة أمراض بما يساهم في سرعة ودعم اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار أكد عبد الغفار سعي الدولة إلى تحقيق طفرة تكنولوجية بالمجالات الصحية، منوها إلى الاتفاق على تطوير منصة تكنولوجية لإدارة البيانات الصحية. بحث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي مع رئيس أسترازينيكا مصر دعم مرضى الأورام وأصحاب الأمراض النادرة. بحث اللقاء أيضا التعاون مع أسترازينيكا لدعم تشغيل مستشفى الرعاية الافتراضي في الإسماعيلية بعد الانتهاء من إعداد البنية التحتية الإلكترونية. من جانبه تمنى رئيس أسترازينيكا مصر نجاح نموذج الشراكات بين القطاعين الحكومي ممثلا في هيئة الرعاية والخاص ممثلا في أسترازينيكا لبناء نظام صحي قوي. أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن الدولة وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية. وأشار عصمت خلال استقباله سفيرة مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله إلى أن الخطوة الأكثر أهمية كانت في التعديلات التشريعية التي تمت لتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة. من جانبها أكدت سفيرة البحرين أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة. أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب ولجانه النوعية المتخصصة في الملفات المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث أكد بدوي أن الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد. اتخذت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحانات مادة الفيزياء. وأكدت الوزارة اعتبار الإجابتين ب وجيم إجابتين صحيحتين للسؤال رقم 34 نموذج ألف وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء، وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة ب وتعديل نتيجتهم. كما قامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور حرص الوزارة على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية. جاء ذلك خلال لقائه السفير العراقي لدى مصر، حيث بحث الجانبان التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والبحثية. كما بحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم الجامعي ودعم جهود الشراكات بين الجامعات في البلدين. أعلنت وزارة الإسكان تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة مخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بقطع أراضي سكنية وفيلات بمدينة القاهرة الجديدة. وشددت الوزارة على أن مواجهة المخالفات وسرعة التعامل معها هي مسؤولية رئيس كل جهاز مدينة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإزالة على الفور لأي مخالفة بناء جديدة، لافتة إلى أن هناك فرق متابعة على أرض الواقع مهمتها رصد المخالفات وسرعة التعامل معها بحسم.
أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتقليل الفترة الزمنية لاستخراج الرخصة، وأشارت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات المختصرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء، بما يساهم في تشجيع حركة العمران والتشييد على أرض المحافظات. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. مدبولي يؤكد أن أعمال تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام تسهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إيران لعدم شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصاعد التوتر في المنطقة. في الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف، مفوض الأونروا يتهم دول الأعضاء بالفشل في احترام قواعدها وحماية المدنيين في غزة. إلى هنا وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء.